أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: ما هو التخصير في الصلاة وما حكمه؟ ما هو التخصير في الصلاة وما حكمه؟ إيش؟ التخصير. ما فهمت. ما هو التخصير في الصلاة؟ التخصر الذي جاء النهي عنه وضع اليدين على الخاصرة، لأنه فعل اليهود: لا تضع يديك على خاصرتك وأن تصلي، لأن هذا فعل اليهود. نعم، انت أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.